أعزائي مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، صباح الخير وأهلا بكم جميعا. يسرنا أن نلتقي بكم مرة أخرى في فقرة التوعية المرورية، واليوم حديثنا راح تكون عن أهمية التزام المشاة بالوقوف في الإشارات الضوئية والترافيك لايتات والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بهذه التعليمات المرورية. فالترافيك لايت هي الأداة الأكثر شيوعا في تنظيم السير في التقاطعات، وخاصة داخل المدن والقصبات السكنية. والترافيك لايت تعطي حق استعمال الطريق للكل وبطريقة سواسية، والتزام الجميع بهذا القدر من الحق الممنوح له باستعمال الطريق دليل على اكتمال الوعي والخلق الرفيع، وعدا ذلك هو فرض وواجب وقانون، ومن لا يلتزم بهذا الفرض إذا كان سائق سيارة من الممكن أن يقع في حادثة كهذه. وإذا كان فرداً من المشاة من الممكن أن يكون ضحية لتهوره وعدم التزامه بالإشارة الضوئية، وعاقبته تكون بحادثة كهذه. امرأة أرادت عبور الشارع مسرعة وبدون النظر إلى أي جهة لمعرفة إذا كانت هناك سيارات قادمة من جوانب الترافيك لايت، أو إذا كان الضوء الأخضر قد أعطي للسيارة للبدء بالحركة، وفي منتصف الشارع تقابلت مع حافلة كبيرة كانت قد أعطيت الإشارة الخضراء للبدء بالحركة وحدثت الحادثة. أي نعم إن المرأة الماشية عبرت من على خط العبور، إلا إنها عبرت في الوقت الخاطئ. إذن العبرة في الزمان وليس المكان، فالمكان صح يجب العبور على خط عبور المشاة في التقاطعات، لكن التوقيت كان خاطئا. إذا يجب على المشاة عند وصولهم إلى الترافيك لايت قبل أن يبدأوا بالعبور أن ينظروا إلى الجهات الأربعة أولا بنظرة سريعة، وبعدها ينظروا إلى الجهة التي أعطيت لها حق المرور. فإذا كان خط سير المركبات التي أعطيت لها الإشارة هو نفس الخط يجب عدم العبور والانتظار، وأثناء الانتظار ينظروا إلى الإشارة الضوئية التي غالبا ما تكون أسفل الإشارة الكبيرة أو مركبة على عمود لوحدها، فإذا ما تغير لونها من الأحمر إلى الأخضر حينها يستطيعون العبور. وإذا لم تنفذ هذه التعليمات حرفيا حادثة كهذه تكون واردة الحدوث. الالتزام بالقوانين هي الأصل وهي القاعدة، ولكن هل يلتزم جميع السائقين وجميع مستعملي الطريق بالقوانين؟ الجواب طبعا كلا، هناك شواذ، هناك من لا يلتزمون بالقوانين لأسباب معقولة أو حتى بدون أسباب. والوقوف عند الإشارة الحمراء في الترافيك لايت هو قانون، لكن هل يلتزم جميع السائقين بهذا القانون؟ طبعا لا، فبعض السائقين وبسبب انشغالهم بالموبايل أو بسبب تهورهم من الممكن أن لا يروا مصابيح الإشارة الضوئية، ومن الممكن بسبب انشغالهم أن لا يروا عمود الترافيك لايت أيضا وليست المصابيح لوحدها فقط، ولهذا من الممكن أن لا يقفوا عند الإشارة الحمراء. فإذا لم تكن أنت كشخص الماشي أو الشخص الذي يعبر الشارع منتبها ولم تنظر إلى الجهات بشكل جيد، من الممكن أن تصبح ضحية لهذا التهور القادم من الجهة السائق الغير الملتزم بالقوانين، وتكون عاقبتك بحادثة كهذه. على المشاة أن يعرفوا بأن أحقية استعمال الشارع لهم متى ما وطأوا بأقدامهم على الشارع في المناطق المخصصة للعبور على الترافيك لايتات أو في أماكن المخصصة للعبور والمبينة بالإشارة الضوئية أو الإشارات المرورية الشاخصة، لكن هذا الحق ليس مطلق بل مشروط، والشرط هو أن تكون الإشارة حمراء للسيارات وخضراء للمشاة، ومن لا يلتزم بهذا الشرط هو حر، لكن يجب أن يدفع ثمن عدم الالتزام هذه، ومن الممكن أن يقع في حادثة كهذه.
قبل أيام عندما كنت أتجول في السوق وصلت إلى ترافيك لايت الواقع بالقرب من مبنى المحافظة، وكعادة وكواجب وقفت ونظرت إلى الإشارة الضوئية وكانت حمراء للمشاة، وفي تلك الأثناء وفي الجهة المقابلة شاهدت شخصا كبيرا في السن وكان ممسك بيد طفل صغير أغلب الظن إنه كان ابنه. هذا الشخص ومع وصوله للشارع لم ينتظر ولم ينظر إلى الإشارة وعبر الشارع، ولولا ستر الله رب العالمين كان يقع ضحية لسيارة مسرعة قادمة باتجاه ترافيك لايت. وعندما مر بعض السيارات بقربه تذمر هذا الشخص ظنا منه إنه على حق وعبر. والغريب في الموضوع عندما وصل هذا الرجل بالقرب مني مع ابنه قال له ابنه: بابا ليش هذا ما عبر الشارع؟ الجواب كان أغرب من الفعل. سمعت الأب يقول لابنه: ابني هذا ما مستعجل، يمكن ما عنده شغل، الطال بطال، ولهذا بقي ينتظر وما عبر، خو احنا مو مثله. طبعا تأسفت لهذا التفكير، وهذا التفكير ليس لهذا الشخص لوحده، بل معظمنا ومع الأسف نبرر عدم التزامنا بالقوانين بوجود عمل مستعجل أو بوجود موعد، ولكني أقول لا يوجد عمل أو موعد أهم من الحياة، فنحن نعمل لنعيش ولا نعيش لنعمل. ومن يظن إن عمله أهم من حياته لا أظنه يعمر طويلا، لأنه من المحتمل وبسبب استعجاله أن تقع له حادثة كهذه. الله يرحمه، مات ولم يتمم عمله، وأتمنى أن لا تعيدوا نفس الخطأ. وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي وأمنياتي بالسلامة للجميع إن شاء الله.